الخامس عشر من إبريل 2009 سجلت إي بي إل داليان خطوتها الجبارة للتاريخ لتكون أول سفينة فرغت حمولتها التجارية في الميناء البحري الرئيسي بشمال الخليج، ألا وهو ميناء خليفة بن سلمان في مملكة البحرين. بدءا بهندسته المعمارية المعاصرة والمدهشة وانتهاءا بأحدث التقنيات المستخدمة، فإن ميناء خليفة بن سلمان يجعل للصناعة الملاحية التاريخية المزدهرة في البحرين رمزا باقيا لا لبس فيه. فإن ميناء خليفة بن سلمان هو سمة قوية من سمات الازدهار الاقتصادي في هذه الجزيرة. هناك ارتباط بين البحرين وموانئها يمتد لآلاف السنين. تشهد أقدم الوثائق المعروفة بأن البحرين لعبت دورا حيويا في تاريخ العمل في البحر. أصبحت البحرين مركزا عالميا لتجارة اللؤلؤ، فقد اشتهر اللؤلؤ البحريني دوليا بلمعانه ونصاعته وجماله، وكان صيد اللؤلؤ حيويا بالنسبة للاقتصاد البحريني، إذ سجل أعلى نقاطه أوائل القرن التاسع عشر، حيث كان هناك في العام 1905 ما يقرب من 20,000 غواص لؤلؤ من أصل 99,000 نسمة في البحرين. في الثلاثينات ومع ظهور اللؤلؤ الصناعي بدأ صيد اللؤلؤ في الانخفاض، حتى أخذت هذه الصناعة التي كانت يوما ما حيوية جدا لاقتصاد البحرين بالاضمحلال تدريجيا. وسرعان ما تم اكتشاف النفط عام 1932 كمصدر بديل للدخل في البحرين، مما جعل موانئ البحرين البحرية في أوج حركة التصدير، فترك الكثير من الغواصين سفنهم متجهين نحو حقول النفط الأكثر دخلا للمال. وعلى خلفية اكتشاف النفط سرعان ما ازدهر اقتصاد البحرين وتوسعت حركة تجارتها مع جاراتها وبقية دول العالم، فأضحت توسعة موانئ البحرين أمرا جوهريا من أجل تيسير عملية النمو الاقتصادي السريع في البحرين. ميناء المنامة الذي كان أول ميناء في البحرين كان محورا للحركة التجارية المبكرة في البحرين، وقد جعلت مرافق التوسعة كأماكن التخزين من ميناء المنامة محطة لأولى مستودعات الحجز في الخليج. وحيث كان النفط هو المحرك الأساس للاقتصاد، وصلت المجموعة الأولى من البواخر إلى منصة شركة نفط البحرين، بينما السفن المحملة بالبضائع والتي كانت تريد تفريغ حمولتها إلى الموزعين المحليين كانت ترسو في المحرق ثم تحول بضائعها إلى السفن الشراعية التقليدية في ميناء المحرق. وكلما ازداد حجم الحمولات تطلب الأمر مرافق أكثر كفاءة في أعماق المياه. من هنا تولدت فكرة ميناء سلمان، فتم افتتاحه في العام 1962، ثم طرأ عليه العديد من عمليات التوسعة الضخمة خلال السبعينات. كان ميناء سلمان أول مرفأ في المياه العميقة للبحرين يسمح للسفن الكبيرة بتفريغ حمولتها مباشرة إلى مستودعات الميناء. خلال السبعينات تم دعم الإيرادات المالية البحرينية بدخل متدفق ثابت من الواردات والصادرات. لقد ساهم ميناء سلمان في الازدهار الهائل في البحرين، فمع ما شهدته البحرين من تقدم كبير خلال السبعينات كان ينتظر من ميناء سلمان استيعاب مليوني طن من البضائع المستوردة، في حين أن تصميمه في الأساس كان الاستيعاب ثمن ذلك، وقد تسبب ذلك التضاعف خلال الفترة القصيرة في تزاحم كبير للسفن والبضائع. ومع القدرة الاستيعابية وقيود العمق فإن ميناء سلمان لم يقدم حلولا بعيدة المدى بمستوى التطور السريع الذي حصل في البحرين. ومع مياه بعمق 10 أمتار فإن ميناء سلمان لم يستوعب حجم سفن الشحن الذي هو آخذ في الازدياد. في أواخر التسعينات توصلت حكومة مملكة البحرين إلى رؤية لتطوير الموانئ، وهي التي قادتها إلى فكرة بناء ميناء حديث
قادر على استخدام تقنيات لنقل حمولات أكثر واستيعاب سفن شحن دولية أكبر. فكانت نتيجة هذه الرؤية مشروع ميناء خليفة بن سلمان الجديد في الحد، إن عمق المياه بميناء خليفة بن سلمان الجديد هو 15 متراً، يسمح للسفن بسهولة الدخول مباشرة من أعماق البحار، مع القدرة على استقبال أكبر السفن التي تجوب مياه الخليج. إن الغرض من تصميم وبناء ميناء خليفة بن سلمان هو تلبية الاحتياجات الحالية مع حساب المستقبل بتوفير مجالات أكثر لعمليات توسعة مستقبلية تلائم كافة الاحتياجات في المستقبل. وبإمكان الميناء استيعاب حتى أكثر السفن عمقاً، وكذلك حركة السفن السياحية، كما يوفر موقعاً لمنطقة البحرين اللوجستية. وقد شيد هذا الصرح الهائل تحت إشراف وإدارة وزارة الأشغال والمؤسسة العامة للموانئ البحرية. بعد برنامج حكومة البحرين للخصخصة، أصبحت عمليات الموانئ تحت إدارة APM Terminals، والتي تنظمها المؤسسة العامة للموانئ البحرية. وحيث أن ميناء خليفة بن سلمان هو أحدث رمز صاعد لتاريخ البحر الغني في البحرين، فإنه يتبوأ مكانته التي يستحقها على خارطة البحرين. ونحن إذ نعيد أمجاد الماضي، فإننا أيضا نتطلع إلى ازدهار المستقبل. إن تدشين ميناء خليفة بن سلمان هو خطوة نحو النمو، ليس في مجال النقل البحري فحسب، بل لنمو الاقتصاد على مستوى البلاد كلها. مستقبل مملكة البحرين من خلال ميناء خليفة بن سلمان يعطي ضماناً بأن نجاح الماضي سيزدهر إلى ما بعد القرن 21. إن هذا الإرث القادم من رحم التاريخ إلى المستقبل ممتد من أعماق البحر إلى قلب البحرين عبر موانيها.